كرة الآن عالية خطيرة عملها العراقي سواها العراقي نعم أيمن حسين. في ملاعب الرافدين ولد بطل من رحم الحرب حيث لا صوت يعلو فوق أزيز الرصاص ورهبة الفواجع. كبر اليوم مع صرخات المدرجات معتنقا أحلاما سطرت اسم العراق على قمم المجد ليظل قلبه يخفق بإيقاع الانتصارات متحديا نكسات القدر اليوم. اللاعب العراقي المخضرم أيمن حسين الفتى الذي ولد عام 1996 في كركوك لم يكن قدره أن يكون مجرد لاعب بل أصبح أسطورة كروية تحكي حكاية وطن. بدأ مشواره في أزقة الحويجة حيث كانت الكرة رفيقته الوحيدة في زمن الاضطرابات، وما إن بلغ 12 حتى فقد والده وأخاه، لكنه وجد في الملعب الأخضر عائلة كبيرة تحتضنه وتنقل دوي إنجازاته. انطلق أيمن كالسهم في سماء الكرة العراقية متنقلا بين الأندية المحلية والعربية، من القوة الجوية إلى الصفاقسي التونسي، ومن أم صلال القطري إلى الجزيرة الإماراتي، وفي كل محطة ترك بصمة لا تمحى. في الدوري العراقي عاد أيمن إلى حضن القوى الجوية ليتوج ملكا للهدافين، سجل 10 أهداف كأنها 10 قصائد في حب العراق، كل هدف منها يروي حكاية صمود وتحدى. لكن الملحمة الحقيقية كتبت في كأس آسيا عام 2023 هناك في ملاعب قطر. أبدع أيمن حسين لوحة فنية بألوان عراقية خالصة، سجل 5 أهداف في نسخة واحدة، إنجاز لم يسبقه إليه أي عراقي. وفي ليلة تاريخية زأر في وجه اليابان ليهز شباكه مرتين محققا فوزا تاريخيا للعراق بنتيجة 2-1. كان أيمن كالمايسترو الذي يقود أوركسترا المنتخب العراقي بمهارة فائقة، في كل مباراة رسم بقدميه لوحات فنية على أرض الملعب وسجل أهدافا تشبه الشعر في جمالها وتأثيرها. وفي آخر مبارياته مع المنتخب العراقي قاد أسود الرافدين للفوز على عمان بهدف نظيف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2026. كان ذلك الهدف بمثابة توقيع أيمن حسين على صفحة جديدة في تاريخ الكرة العراقية. لكن الملاعب كما الحياة لا تخلو من المفاجآت المؤلمة، فبعد تلك المباراة تعرض أيمن لأزمة في قلبه الذي طالما نبض بحب الكرة والوطن، بات اليوم بحاجة إلى دعم كل محبي الساحرة المستديرة. أيمن حسين ليس مجرد لاعب كرة قدم، بل هو ملحمة كروية متكاملة. بطلها فتى من كركوك بات رمزا لجيل كامل من الشباب الذين يصرون على رفع راية العراق عاليا في سماء كرة القدم العالمية. لا يحزن العراق ومعه أيمن، لا يحزن العراق ومعه حسين.